وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي استشاري العلاج النفسي السلوكي الدكتور محمد نحاس. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. أهمية هذا الاكتشاف على مرضى الاكتئاب حول العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الاكتشاف بيؤكد إن في نسبة عالية من الناس اللي ما بيكونش عندهم خلفية إن في استعداد وراثي لاكتساب أو لاكتشاف مرض الاكتئاب. كل الناس بتعتقد إن الاكتئاب نتيجة لضغوط بيئية، سواء كان في العمل أو في الأسرة أو في الدراسة أو إلى آخره. لكن اللي اكتشفوه هو ان الجانب الجيني، استعداد الجينات لاظهار هذا المرض. فاصبح دلوقتي عندنا حاجتين، اصبح عندي جينات واصبح عندي ضغوط. نعم طبعا هنا بيبقى اتفضلي. نعم تفضل اكمل دكتور. فاصبح عندي هنا النقطه الخطيره اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع مرضى الاكتئاب، إن إحنا لما نغير الظروف البيئية يتغير الظروف اللي بتدي الإحساس بزيادة الكورتيزول اللي بيعمل لي المرض بتاع الاكتئاب. فأصبح دلوقتي عندي جين نشط، مهما غيرت من الظروف البيئية إلا إن هذا الجين النشط بيؤدي إلى حتمية حدوث الاكتئاب. طيب ولذلك دكتور أتفضل. أعذرني على المقاطعة، هل هذا يفتح الباب أمام علاجات جديدة للاكتئاب بجميع أنواعه في حال أنه تم الكشف أن هناك كما ذكرت حضرتك سببين هي جينات وضغوط؟ نعم تفضل. أتفضل. هو هنا بيحصل إيه؟ إن الظروف اللي بتبقى ناتجة عن الاكتئاب كلنا معرضين ليها، وكلنا ممكن ان احنا نقع تحت ضغط الاكتئاب. لكن افرض ان ما فيش عندي اي شيء يخلي الاكتئاب ده يكون موجود وظهر، ده معناه ان الجين اللي موجود بدأ ينشط فيزود لي معدل الكورتيزول في الدم. لما يزيد معدل الكورتيزول في الدم اوتوماتيك يدخل الانسان في حالة الاكتئاب، حتى لو كانت ظروفه طيبة، حتى ولو كان نشط في عمله وكان كل الناس بتحبه. لكن في حالة ان الجين ينشط بيزود الكورتيزول غصب عنه، بيعتزل نعم. الحياة ويتجنب الناس. دكتور للاكتئاب انواع كما يعرف كثير من الناس، هل هذا الاكتشاف يخدم جميع انواع الاكتئاب؟ هو اصعب اكتئاب هو الاكتئاب الكتاتوني. الاكتئاب الكتاتوني ده اللي هو بيبقى ناتج عن الموجود الجينات. يعني ايه اكتئاب كتاتوني؟ يعني الانسان بياخد وضع معين ويثبت عليه لمده ساعات طويله، ممكن تاخد ل 10 ساعات. يعني ممكن يحط ايده تحت دقنه ويفضل قاعد بالشكل ده لمده 10 ساعات. ده اصعب انواع الاكتئاب، لانه بيسميه الاكتئاب التخشبي. نعم. إذا الاكتشاف هذا يخدم جميع أنواع الاكتئاب بمن ضمنها أخطر أنواع. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من دبي استشاري العلاج النفسي السلوكي الدكتور محمد نحاس.